الحقيقة إن رئيس القطر فتح الباب وخلى اتنين ينزلوا والقطر ماشي، واحد نزل تحت القطر واحد على جنب. قال له انزل ازاي والقطر ماشي، قال له انزل ماليش دعوه، معرفش فلوس، معرفش انزل دلوقتي. قال له انزل ازاي، قام فتح الباب وقال له هتنزل دلوقتي. واحد دوب بعيد والتاني نزل تحت القطر. اللي حصل النهارده خطا فردي وسيحاسب بمنتهى الشده ومنتهى القسوه، لان احنا ما نقبلش كده ابدا على اهالينا وعلى اخواتنا. حتى اللي هو لو ما دفعش التذكره، حتى اللي هو لو مش عايز يدفع التذكره، انا تعليماتنا واضحه لكل سواقين لكل رؤساء القطارات ان ياخدوا يعملوا محضر ويسلموا في اقرب محطه. راكب من اسكندريه في قطر اسكندريه الاقصر وهو عارف ان ده قطر درجه اولى فاخر مكيف، لازم يركب بتذكرة. يعني على طول من بكرة يا فندم احنا بنعمل دورات تأهيل. أيوة. عايز اقول لحضرتك دورات تأهيل وتدريب ودورات علاج نفسي، اقول لحضرتك اكثر من كده علاج نفسي لكل الناس دي عشان يحسنوا التعامل مع اهالينا ومع الجمهور. عايز اسيب الناس تخش تركب زي ما هي من غير تذكره، لما انا ماشيك افضل. انت عارف ليه؟ هوفر مرتبه.